ما كاش امين، ما كاش فير بلي في هذه. كاين احسن لاعب في العالم، انا راني نشوف لي احسن لاعب في العالم ماشي رودري، والعالم كله راه يشوف لي احسن لاعب في العالم ماشي رودري، هو فينيسيوس. نهن انا كي دي حاجه يستاهلها. انا كي تقول لي واحد من احسن لاعبي الوسط في العالم، لكن لم يكن هو بالسرقه امين، مانيش عليه هو. نعم نقطه كان هو مسكين، نهنك انا تسرقوا صباط من الجماعه يطول لك، نجي نهنك ونقول لك مبروك عليك الصباط. ما يجوش محمد، ما يجوش شرعا انك تهنئ واحد على سرقه. انا هذا هو رايي محمد، قناعتي وما نبدلهاش. قلت لك انه رودري واحد من احسن لاعبي خط الوسط في العالم، ولكن احسن لاعب في العالم لا، فينيسيوس احسن منه في سباق الكره الذهبيه. انا نهضر على كره ذهبيه تاع احسن لاعب في العالم، افضل منه بمراحل وبعيد عليه بزاف، نورمالمون ما يتكومباراوش حتى. انا قلت لك في الترتيب تاعي عندي فينيسيوس، عندي بيلينغهام، عندي كارفاخال، عندي ناتشو، عندي كروس، بعدها تحب دير رودري ديرو. فارسي هنأ انا هنأت ونزيد يا اخو. انا قلت لك بانه صحيح لا يستحقها مقارنه بفينيسيوس، ولكن اللاعب الثاني الذي يستحق الكره الذهبيه بعد فينيسيوس نشوف بانه رودري، بالنظر لدوره يعني فوق ارضيه الميدان. كيموت فينيسيوس لو كان تيراو على فينيسيوس لو كي كان جاي البالون دور قتلوه، يمدوها له، يمدوها للدوزيام. هو شعور فينيسيوس الان يعني موسم رهيب ربما لن يتكرر ويحرم من البالون دور. ظن بانه محبط بطبيعه الحال، محبط الى درجه كبيره، لانه اي واحد يكون في مكان فينيسيوس وليس فقط في الكره الذهبيه ويعني يظلم بهذه الطريقة، هيكون بطبيعة الحال محبط. نعم. وحيخليه ربما يتأثر من دون شك في هذا يعني بعد جولات قليلة، لكن ظن بأنه قد يكون أيضا حافز بالنسبة لفينيسيوس باش يواصل بنفس الطريقة، ولما لا يعود بقوة الموسم المقبل، وقد يكون يستحقها أفضل، لأنه في بعض الأحيان يستحقها أفضل. أنا كون يستحقها أفضل الموسم القادم ويديروا بالون دور يعطوها له ويروح. أعطيك مثال، أنا مباني مش كان سيبورتي مش كان هضر عليه. يعني حبيت تقول ما ممكن يمدوها له ما يروحش. كون أنا فينيسيوس إذا ياخذ موقف رجال خلاص، هاد العباد حقروك ظلموك وراك تشوف أمام العيان، تقدر أنت الموسم المقبل دير موسم غير قابل للنقاش. كاين مواسم كيما تاع بنزيما كان غير قابل للنقاش، ما يقدر حتى واحد يجي يقول لك بنزيما ما يستاهلش بالون دور، باسكو كان ابعد عن كل المنافسين، كان بزاف بعيد، ما كاش مقارنه. لو كان فينيسيوس هذا الموسم يتالق يدير موسم يكون بعيد فيه بزاف على كل اللاعبين، ومن بعد يديروا بالون دور ويمدوها له. انا والله ما نروح، وما اداره ريال مدريد تقاطع الحفل وتمنع مستقبلا اي لاعب من لاعبيها، تمنع انه يروح لحفل بالون دور ولا يدي البالون دور. لا باسكو حقيقه راح تكون ضربه موجعه، ضربه كبيره للفريق للاعب فينيسيوس، ضربه كبيره اثر عليه هذا الاسبوع. سيتو هو ديجا وكي اثروا عليه في الميدان خارج ميدان برنابيو، يتاثر بزاف كثير. نعم. عنده مشاهدات. أنشيلوتي عبر منصه اكس يقول: اريد ان اشكر عائلتي ورئيسي والنادي واللاعبين، وقبل كل شيء اريد ان اشكر فينيسيوس وكارفاخال. كامافينغا قال: سياسه كره القدم، اخي انت افضل لاعب في العالم ولا يمكن لاي جائزه ان تقول غير ذلك، أحبك يا أخي. يتحدث عن زميله فينيسيوس، طبعا جدل ولغط، وهذه الجائزة ستحدث ضجة كبيرة، وبدون شك الجميع سيتحدث عنها، منهم من سيتقبل فوز رودري بالكرة الذهبية، ومنهم من لا يتقبلها. من دون شك ميدو غير حزين يعني اليوم، لأن رودري فاز بهذه الكرة، غير حزين ميدو عادي. لا علاش حزين؟ لا في جنازة. انا اون دو بارلي دو فوتبول. عادي لاعب فاز بالكرة الذهبية بصحته. ولو كان نقول لك بلاك شوية فرحان هكذا كيف فاز بها فينيس، هاو يضحك، ها شاف، هاو يضحك. والله هاك شوية فرحان لأنك لا تحب فينيسيوس، راك فرحان شوية كي هاك فرحان، راك شوية شوية ميديو. أمين؟ كلمة كرة قدم كما قال لك ميدو، علاش حزن وكذا؟ حنا برك في الجزائر هما يدوا لي بالون دور ويدوا اموال. انا قلت لك انا عطينا اخر تصريح بخصوص هذا الحفل لمن يا علي. عندي تصريح، اسمح لي. تفضل.
لاعبة البرازيلية السابقة مرتا. نعم نستمع ماذا قالت. لاعبة في تاريخ كرة القدم النسوية تتدمر وتنفجر في وجه مسؤولي فرانس فوتبول. قبل أن نختم يجب أن نتحدث قليلا عن الكلاسيكو. الأسبوع ليس أسبوع بن شابير. خسارة في الكلاسيكو وخسارة فينيسيوس اليوم للكرة الذهبية، ولا ندري ماذا سيخسر بعد يومين أو ثلاثة. محمد والله حتى الفيديو بعد المقابلة تاع ريال مدريد فريق برشلونة، لاعب فينيسيوس شكون اللي كان اندريك هذاك ورافينيا يتكلموا بعد المباراه يضحكوا وكذا يضحكوا كلش. معليش انا قبل التحدث عن الكلاسيكو نريد ان نشاهد. اذا فضيحه مدريديه على ملعب سانتياغو برنابيو، 4-0. تفضل امين. تفضل هنا خلاص الماتش رامينا الماضي محمد. كاين اسمع في اخر 14 كلاسيكو الريال فازوا ب 10 كلاسيكيات. تحب الريال هذوما دائما يربحوا، برشا ما يربحوش يروحوا يموتوا يقنطوا، لازم تخليهم يربحوا شويه منين داكم. تقعد المنافسه تقعد شويه نديه في كره القدم. دوك اذا ولاو ريال ولاو برشلونه شغل سيلتا فيغو كل ما نحكموهم نربحوهم يروح الكلاسيكو. بارك الله فيك. خلاص بزاف قبل موسمين او ثلاثه فازوا عليكم. عندها عامين فزنا عليهم 4-0 في الكامب نو. ما داش لاقب الباص 4-0 وزدنا ربحنا. تشافي ما ربحكمش في الفيرما. ثلاثه اول اربع مباريات في اول موسم، والموسم الماضي خسر كونترهم. زدنا موراها مر 4-0 زدنا حكمناهم في سوبر نهائي سوبر الاسباني، زدنا ضربناهم ب 4-1 اخرى 4-1، وكان فينيسيوس جونيور ماركا لهم ثلاثه، وفي الربع الاولى كان بنزيما ماركا لهم ثلاثه. يعني عادي احنا كيما احنا ربحناهم ربحونا 1950 1940 فازوا علينا ريال مدريد 4-0 منذ 1994 11 ماشي 4-0. اللي بعد هذا الفوز فيه قراءه واحده، لان تحدثنا على عندما انهزم البرسا قلنا بلي فليك هل اخطا في يعني تغيير التشكيله. بعد الحفاظ على التشكيلة فليك يفوز على البايرن ويفوز على الريال، هذا يعني لا فهمتني ايش يعني بالتشكيلة الأساسية وبالطريقة التي يلعب بها الآن بلا ديفونس افونسي يلعب بها والتركيز العالي المتقدم. نعم دفاع المتقدم والتركيز العالي اللي يطبقوه اللاعبين، لأنه باسكو فراكسيون سيكوند يعني شفنا كيفاش اللقطات 8 مرات ويسقط في فخ تسلل مبابي هو أكثر لاعب يسقط في فخ تسلل منذ بداية الدوري الإسباني. هذه ثاني إحصائية مهمة جدا. نظن بأنه فليك يقوم بعمل كبير مع برشلونة، يجب الإشادة بالعمل اللي قام به. نظن بأنه برشلونة لو يواصل بهذه الطريقة سيدير أمور. أمين ما هي أسباب هذه الكارثة؟ 1-2-3-4. شوف السبب الأول الفعالية كانت غايبة. ريال مدريد في الشوط الأول كان الأحسن طرف الأخطر، لو كان سجل هدف فقط من الفرص اللي كانت أتيحت له في الشوط الأول كانت المباراة تختلف كليا. حتى برشلونة كانوا شفنا بلي كانوا متراجعين بزاف بارابور الشوط الثاني. في الشوط الثاني شاهدنا فريق استغل الأفضلية تاعو، تقريبا في دقيقتين سجل لك هدفين نفسيا قضى عليك مع بداية الشوط الثاني. ثانيا عندك حارس مرمى 4 فرص 4 أهداف، لو كان كورتوا على الأقل 2 فرص ما كانوش يتسجلوا. نعطيك الهدف الثاني تاع لامين يامال مستحيل يسجلوا الكورتوا، والهدف الاول تاع ليفاندوفسكي هذيك من برا قريب من برا منطقه العمليات وسد له تسديده ما كانتش قويه، حطها كما نقولوا احنا بلاصاها ما قدرش يشدها. كان في التمركز تاعو كان خاطئ في تلك اللقطه. وحتى الهدف الثاني تاع ليفاندوفسكي تاع الراسيه كان كورتوا بنسبه كبيره كان قادر يشدها. علاش كورتوا احسن حارس مرمى في العالم في مثل هذه المباريات؟ كان قادر يردك مام في فتره تراجع تاعك كان قادر هو يردك في اللقاء. هادو سببين. السبب الثالث عندك دفاع كارثه، ماندي يكسر التسلل بطريقه بدائيه هنا في دوري ولعبوا بالخطه اللي ذكرتها انت امين. نعم. لانه ماندي كسر التسلل بهذيك الطريقه. كارفاخال في لقطه هدف باسكاز مع رافينيا مستحيل. لكن امين انشيلوتي شاف خطط برشلونه وشاف طريقه اللعب. ما عندوش محمد هذاك واش عنده ماندي عنده في مصيده التسلل ثالث المباراه. ماندي اسمع نقول لك علاش بقى في تير كادري تاع مبابي في الدقيقه 70. نقول لك علاش بقى في مصيده التسلل محمد، لانه لما تلعب انت بوسط ميدان كله بدني اللي هو تشواميني كامافينغا فالفيردي شويه بيلينغهام خير منهم عنده شويه عنصر الابداع.
صح ما عندوش هذيك التمريره الطوليه تاع توني كروس اللي يعطيك في التايمينغ اللي ما تخرجش انت نعم. في لورجو علاش فينيسيوس ما عنده السرعه علاش كان يعطي له يروح في التايمينغ الصحيح التوقيت نعم. الصحيح لكن كيف لمدرب خبير مثل انشيلوتي وماكر وفاز بالعديد من الالقاب وله من الخبره ما يتيح له التصرف والتعامل مع هذه الوضعيات ما له استسلم في هذه المباراه امير امام فليك واش قلنا محمد لقناه درسا تكتيكيا مجانيا خصوصا في, 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 في خصوصا في تغيير فيرمين لوبيز بديونغ حتى حنا لازم تتفطن لازم تكون عندك شويه رده فعل ما كان ما دار حتى رد فعل نزيد لك ثاني تخرج كاميكا الاحسن كاميكا كان القلب النار في وسط الميدان عندك جولار ما دخلتوش رغم انه بيلينغهام استنزف لعب على بالك ملي بيلينغهام كمل لقاء ظاهر ايمن كمل لقاء تاع الكلاسيكو ظاهر ايمن كان خير من لوكاس فاسكيز هل كان أنشيلوتي تائها في هذه المباراة؟ كان تائه محمد في هذه المباراة كان تائه وأنا نقول لك من هذا المنبر محمد حتى لو يدي كل ألقاب في نهاية الموسم خلاص ما عندوش أفكار جديدة يزيد يقدمها ريال مدريد بتشكيلة اللي راهي كاينة في ريال مدريد وخصوصا إذا زاد جاء ألفونسو ديفيس زاد جاء ألكسندر تاع أرنولد تاع ليفربول ما تقدرش انت بأنشيلوتي تلعب بهذا التشكيل المدفج اذا يفوز بالالقاب امين نحن لا نحتاج الافكار لا لا محمد بصح تفوز بالالقاب ما تخسر مع برشلونه برباعيه كامله بهذه الطريقه هذا غير مقبول في ريال مدريد هذا حق امر جلل نعم بينيتاز خسر بنفس النتيجه حوزوه محمد أنشيلوتي ما حفظوا له هذيك الالقاب وحفظوا له الموسم الرائع اللي راهو خارج منه ما تاثير هذه النتيجه الكبيره على مستقبل الصراع في الليغا الاسبانيه كاين إريك تين هاغ ثاني تأقلوه اليوم محمد سنتحدث عنه الموسم مازال طويل مازال 27 مباراه لكن الجانب المعنوي مهم جدا بالنسبه لشبان لانه صراحه مالك انت كنت متخوفا ليله قبل المباراه قلت لي اتوقع خساره برشلونه كونتر خطه لا قبل لما تشوف تشكيله برشلونه تقريبا كل كوبارسي 17 سنه يمين يامال 17 سنه فيرمين 20 سنه بيدري 22 سنه كاسادو 21 سنه لاعبين كلهم شبان تقريبا ويلعبوا بهذيك الشخصيه في برنابيو نتحدثوا على اخطاء ريال مدريد اوكي لكن من ذاك انت باش دير اخطاء لازم الخصم ديالك يكون افضل منك العيال كبرت ميدو العيال كبرت نعم وتصور بهذا الجيل مع هذا المدرب لو يتم تدعيمهم في المناصب اللي لاقصين فيهم اليوم لما تشوف نعم. كوندي مدافع محوري يقدم هذاك الاداء كظهير ايمن خطه التسلل قبل المباراه الجميع توقع بانه فليك سيغير تفكيره راح يتخوف ويرجع يلعب بطريقه نعم. مختلفه اعتقد بانه كان وفي الافكار وفاز نعم. برباعيه وفاز برباعيه على البايرن وقبلها باسبوع فاز بخماسيه على اشبيليا نعم. نتائج كبيره في ظرف اسبوع العيال تعبث بالريال لا فوز مستحق محمد لفريق برشلونة لهذا النتيجة كانت من هو اللاعب البرشلوني الأكثر تأثيرا في هذه المباراة في هذه المباراة أنا بالنسبة لي مش لاحظ بيدري واللعب كاسادو فارس لا بشكل عام مستقبل صراع في الليغا بعد هذا الفوز التاريخي لبرشلونه 4-0 في البرنابيو. نظن بانه فقط يجب ايضا الحديث على الوجه اللي قدمه ليفاندوفسكي مع المدرب فليك اللي كان مدرب ايضا معه في بايرن ميونخ نظن بانه عرف كيفاش يعني يخرج مش عنده ليفاندوفسكي كمهاجم واصبح يقدم تقريبا نفس المردود الذي كان يقدمه. نظن بانها نتيجه منطقيه لما شاهدناه ايضا امام البايرن مره اخرى فيرسيون تاع فليك مع برشلونه حتى الساعه ستعمل الأمور كثيرة في أوروبا